أتمنى لهم كل التوفيق، فإن شاء الله نحررهم من داعش وترجع المدينة إلى أهلها وإلى أحضان العراق وبسلام. فإلى جانب التحضيرات العسكرية التي تتخذ كل أطراف الموصل لتحريرها، هناك أيضا إجراءات إنسانية. الجانب الإنساني فنحن أيضا كإدارة محافظة أربيل قدمنا بإنشاء هذا المخيمات، والمخيمات قابلة للتوسع، ونحن نتمنى لا نرى نزوح وأن نرى طرد داعش بأسرع وقت ممكن وبأقل خسارة في الموصل. لكن لأهلنا في الموصل نقول لهم بالتأكيد نحن قلوبنا معهم، فهم أهلنا، وكل التسهيلات والإمكانيات التي نستطيع أن نوفرها لهم في هذه المرحلة الصعبة التي هي إن شاء الله تحرير المدينة من دنس هؤلاء المجرمين. فبالتأكيد المحافظة وقدراتنا في حكومة إقليم كردستان موجودة لدعمهم وإسنادهم ومساعدتهم.